رب حاضر معنا الصبيحة اليوم كريم مسوس، نرحب به ونقول له صباحك سعيد من جديد. صباحك أسعد أخي. طيب سيد كريم، اليوم رح نحكو على فقدان الوزن والأخطاء الشائعة. ناس بزاف تحب تمارس ريجيم أو حمية غذائية ولكن ما يعرفوش، خاصة سيمسوس في ظل انتشار معلومات مغلوطة، معلومات من كل جهة، الناس ما أصبحت ما تعرفش وين المصدر. بداية وشنو هي الحمية الغذائية؟ وش نعرفوها يلا المشاهدين، وشنو هي الحمية الغذائية؟ ناس بزاف تقول لك باللي نحرم روحي من الأكل وما ناكلش ومن بعد على هذه ومن بعد على هذه. طيب أعطينا التفسير العلمي والدقيق لحمية غذائية. هي مش نسينا نعرف أولا شكرا على الاستضافة أخي والزميل. فيما يخص عن الحمية الغذائية، يعني كنا نعرفوها بأبسط يعني معلومة ممكن مش يفهم المشاهد الكريم، هي إنسان الوزن تاعه يعني كيفاش يكون، اسكو يكون عنده وزن زائد او وزن ناقص او وزن يعني مثالي او عادي. فهاد الحاله هذه كاين طرق عديده باش نعرفوا الانسان اسكو يعني سمين ولا ماشي سمين، ولا حتى مشي ولا ماشي مشي. يعني هي ابسط طريقه، هي قديمه ولكن قديمه من يعني من نافعه، اللي هي حسابه الوزن على الطول المربع. اذا كان الانسان هذا في هذه الحاله هذه لقى يعني حوالي يعني بين 19 و 25 معناتها وزن عادي، تحت 19 معناتها وزن يعني نحيف، لكن فوق 25 وزن زائد. وقد ما طلعت فوق 25 قد ما يكون وزن يعني اكثر خطوره، حتى يولي فوق 30 عباره عن سمنه مناضيه. حتى الانسان يقدر يعني يقيس الخصر ديالو ويشوف لو كانت فوق مثلا زوج معناتها سمين بالنسبه للرجل، وبالتالي بهالطريقه هذه يعرف الانسان اذا كان سمين ولا ما سمينش. هذه طريقه يعني نظريه تطبيقيه. كاين نظريه كما نقول لك بعض الناس، اغلب الناس يشوفوا روحهم سمين في المرايا ماشي حسابات، يشوف يقول لك انا في المرايا يقول لك انا سمين تعمرت وتيراه شويه معمر حوايجهم يخرجش عليه. اغلب الناس هذه الطريقه تاعهم يعني في اغلب الناس. نعطيك طريقه اللي يديروها اغلب الناس ولا لا؟ اغلب الناس الطريقه اللي يديروها هو يقيس على السروال ديالو ولا التريكو ديالو، صح؟ جاني مضيق انا زدت يقول لك انا زدت في الميزان، صح؟ اذا لازم نعرفوا اهم شيء، اهم شيء وماذا بين المشاهد الكريم ياخذها بعين الاعتبار. وعلاش حبيت نشيان؟ علاه؟ اسكو على المظهر ديالي فقط ولا على الصحة؟ ولا على الصحة، أنا ماذا بي على الصحة أحسن. علاش؟ باسكو المظهر ممكن يكون وزن مؤقت، يكون وزن يعني وزن نقص الوزن يكون يعني قاسي. بعض الناس يقول لك أنا مثلا، مثال أنا في شهر مثلا في ديسمبر مثلا كاين واحد راح يتزوج في فيفري ولا مارس، قول مبروك عليك، قول مبروك عليك إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عندي حوايج تاع العرس، أنا كانت المرأة عندها حوايج تاع العرس، إذا نقول لك مازال 3 شهور 4 شهور الزواج تاعي ولا عرس تاع خويا ولا عرس تاع أختي، لازم نقص دوك 20 كيلو باش تجيني من الحوايج تاع الصديره تاعي. وهنا يكون اكبر خطا، هذا هو علاه ان هنا يطيح الريجيم غاكونياس ما يسمي ياكل حتى حاجه، اكيد راح يشيان. هذو هما الاخطاء الغذائيه اخيا اللي كاين في الانترنت. ان كاش يشين الانسان يشين بطريقه يعني سريعه، يقول لك انا شوف انا في الشهر نقص لك 20 كيلو، هذا كيفرح اكيد، ولكن ما يعرفش بلي هذاك الانسان راح ينقص 20 كيلو في الشهر راح يمرض ماشي راح يشيان. الهدف تاعي مش نشيان باش نصحاح مش نمرض، صح؟ الهدف الاول باسكو السمنه مرض، والسمنه تجيب الامراض واحده اخرى، منها سرطان، منها سكري من النوع الثاني، الضغط الدموي، بعض امراض القلب والشرايين. ان السمنه هي مرض معروف عند او ام اس، عباره عن مرض. دوك هذا كي نقص الميزان تاعي باش نصحاح. اغلب الناس للاسف يشيانو باش يمرضوا، باش يمرضوا اكثر. هذا هو الحال لو راجيم دراكونيان يمدوه عن طريق منصه التواصل الاجتماعي، او يمدوه بعض الناس بين قوسين متشبهون بالاخصائيين التغذيه. في هذه الحاله هذه يشيان الانسان اكيد يشيان بس ماهوش ياكل، بصح يضحى في ديكارونس، نقص في الفيتامينات في المعادن في مصادر الطاقه. وبالتالي كاين واحد نقول نوضح واحد الامر صغير للمشاهد الكريم. شوف خويا، كاين اللي يشيان ويزيان، كاين اللي يشيان ويزعق. واش معناتها؟ كاين اللي يشيان يولي شباب باهي وجهه رائع، يقول لك الله يبارك راك هايل، كيفاش كنت هذاك تبع اخصائي تغذيه، كلا كل عناصر الغذائيه تاعو، كلا الحاجيات اليوميه ديالو وشيان. كاين الناس كي تشوف يقول لك واش بك مريض عندك مشاكل، غير الخير، شكون صفار معيان اللي صار يخرجوا له حتى الحاله النفسيه. نقول لك علاش النفسيه تاعو تاثر، نقول لك علاش، باسكو كي ما ياكلش الماكله متعه، الماكله متعه، كي تنحي الماكله تحسن في لونغواس. حقيقه هل عندها الماكله علاقه بالنفسيه؟ مباشره زعما علاقه مباشره، الحاله النفسيه تمشي مع الحاله الغذائيه صح التعبير. لهذا الانسان كي ينقص الميزان ديالو مع الاخطاء اللي ما يديرهاش للمشاهد الكريم، ما ينقصش جوج كيلو لا 3 كيلو في الشهر. يقول لك انا عفوا في جوج كيلو في الاسبوع على اقل تقدير، هي احسن حاجه هي بين 500 وكيلو في السمانه. اكيد واحد اخر يقول لك ها هو كيلو في السمانه بعد ما درتش الوزن، ثاني حبي يشيان عام طويل. واهم شيء خويا، اذا كي ينقص بهذه الطريقه او ينقص بطريقه صحيه اولا،
ثانيا او ينقص بشويه ماش يجوع، بس كل الشعار تاعنا ناكل ونشبع ونشيان، ناكل ونشبع ونشيان، اذا ما كاش حرج. وثالث حاجه انسان او يعود نفسه بالتدريج على نمط معيشي صحي جديد عليه. اهم حاجه صحي، كلمه صحي لازم تكون. انت هاد الصور انسان شحال يعيا، الانسان شحال يعيا كيدير ريجيم ياكل غير شلاضه وحبه تفاح واسكالوب وستيك، شحال نهار يومين اسبوع عام 10 سنين؟ مستحيل، يمل مستحيل. دو انسان كيتبع هذا النظام الغذائي يشيان في هذيك الفتره اللي ياكل في هذاك الغذاء، يسوف يولي العاده الغذائيه تاعو الصحي العاديه يعاود يسمن اكثر من اللي كان. علاش يسمن اكثر من اللي كان؟ نقول لك علاش. هذيك مثال واحد اخر بسيط باش نوضحه فقط للمشاهد الكريم. هذيك مثال مثلا انسان ما عندوش الماء، ما عندوش ماء في الحين، نهار يعمر الماء، نهار يعمر الماء يعمر بزاف باسكو والف ما كاش. انسان كيمكن يدور في الريجيم يلف نص تاعو ما ياكلش نهار يولي ياكل الجسم تاعو يخاف يطيح في نفس المشكل الاول، يولي يخبي الطاقه يخاف يطيح في المشكل الاول، هذا يسمن اكثر. اذا احسن طريقه غذاء صحي متوازن ناقص لي كالوري وبالتدرج، والكور تاعنا نادابتيوه لهذاك النمط المعيشي الصحي. انا غذاء باش نقص الميزان اخي او نحصلوا على الوزن، نقول الوزن الصحي ماشي هذا الشيء، الوزن الصحي هو عباره عن غذاء لمدى الحياه. جميل. طيب الحياة. بالنسبه للاخطاء ايضا اللي يوقعوا فيها الناس اللي تحب تنقص الميزان، هو بعض الماكولات اللي ينصحوهم بهم ويقولوا لهم تشين. وشنو هي ابرز الماكولات اللي تشوفها انتيا ما عندها حتى علاقه بالشينه ويقولوا لهم كلوها باش تشينوا؟ فقط نضحك النقطه تاعك، الغذاء ما كاش غذاء المعجزه، كان كاين غذاء المعجزه الشين ما كاين حتى واحد سمي في العالم اكيد شيء بديهي. كان كاين غذاء يشين تيزانات تشين بشكل عجيب، انا نقول كاين زان يعاونوا اكيد يشينوا بشكل عجيب سحري، ما كاين حتى واحد سمي في العالم. باش نفسر الوجود يعني نسبه عاليه من السمنه خاصه في الدول يعني الغربيه، الور كاين نبته ولا الشين في الطريقه هذه. شنو نقول لك بعد النصائح بعد نلقاو تيزانات لفقدان الوزن، اغذيه هي كاين بعض التيزانات هي احسن تيزانه كنشروها هي عند الصيدليه. العطار فضلكم ما تروحوش ليه لتيزان، روحوا عند الصيدلي هو اللي ينصحكم كيف تعمل اي تيزانه ماشي فقط الرشاقه. كاين مثلا يقول لك لاتاي يشين، لاتاي يعاون في حرق الدهون ولكن ما يشينش. الدليل كاين ناس يشرب لاتاي كل يوم الله يبارك سمعان، اذا لاتاي يدخل في البرنامج الغذائي تاع نقص الوزن ماشي هو اللي يشين. ايضا لاتاي نقولوا انه طريقه التغذيه طريقه طهي التاي واش دير في التاي ثاني تلعب دور. اكيد شوف لاتاي انواع، انواع هو الاسود والاخضر، الفرق بيناتهم هو تحضير تاعو يعني انتاج تاعو، انتاج نفس النفته فقط، واحد يخلو الاكسده يولي كحل والاخر ما يخلوش. الفرق بيناتهم هو اهم شيء هو الكافيين، مضادات الاكسده هي عباره عن نبته الشيء الاخضر عباره عن نبته سحريه لصحه الانسان، مضاده لبعض الامراض اهمها السرطان. اذا لاتاي مش نستعمله باش لاتاي يستعمل في حرق الدهون للرياضي حاول يدخل في حوالي 14% اي كميه نسبه لا يستهانوا بها، ولكن 83% يبقى نمط غذائي. لو كان ناكلو برك تشرب فاريت لا لاتاي ما تشيانش. لهذا الانسان بعض الناس يقول لك لاتاي مليح، ثاني حاجه ماشي مليح خاصه بعد الاكل، يقول لك الحل السحري. وباك واش يدير بعد الاكل؟ واش يدير؟ الانسان كيدير ريجيم واش يدير؟ واش ياكل؟ انا نقول ريجيم خطأ واش ياكل؟ كي ما ياكلش صرالو صرالو انيمي اكيد، قال لك مثلا كيدير ريجيم بعد الريجيم يقول لك انا فقره الدم عييت فشلت كاين بزاف. لاتاي مور الماكله باش نشيانو، باك واش يدير؟ يخلي الحديد ما يدخلش للدم. دونك هو نصرمو عنده كارونس تاع الحديد، طاح في الفشله تاع الحديد، ما ياكلش مليح. ثانيا يزيد ياخذ لاتاي مول الوجبه، ولاتاي مول الوجبه يساعد يسبب في عدم امتصاص الحديد بنسبه جد عاليه، اذا يدير هذاك مول هلاك. وهذا كاع اللي شنو يمدوهم في نصيحه في منصه التواصل الاجتماعي ويمدوهم متشبهين بالاخصائيين التغذيه. إذن لاتاي مواد الوجبة الغذائية في هذه الحالة هذه غير منصوح، لأنه فيه الكافيين هو والكولا والقهوة، في هذه الحالة غير منصوحين في حالة الريجيم اللي يكون في هذه الحالة اللي فيه مشكلة تاع فقر الدم. وغالبا اللي يتبعوا الريجيم بطريقة عشوائية يتبعوا في هذا الخطأ. جميل. طيب فقط قبل ما نوصلوا الحديث على هذا الموضوع، فقط نعاود نفتح المجال للمشاهدين والمشاهدات الأكارم اللي يشوفوا فينا أنهم يقدروا يتواصلوا معنا باش يحكوا لنا تجربتهم مع التغذية الصحية والتغذية الخاطئة أيضا فيما يخص الريجيم أو ريجيم فقدان الوزن، الحمية الغذائية لفقدان الوزن. اتصلوا بنا عبر الرقم الظاهر اسفل الشاشه 023 71 98 71، واحكوا لنا تجربتكم، هل شينتوا ولا لا، لو شربتوا باش شينتوا ولا واش كليتوا وما شينتوش. يلا. الخطا الثاني هو زيت الزيتون. زيت الزيتون عباره عن زيت المبارك مذكور في القران والحمد لله صحي بامتياز رائع
زيت زيتون لصحة الإنسان. كيكون زيت زيتون حقيقي بصفة عامة، زيت زيتون رائع كيكون حقيقي، والإنتاج تاعو التخزين تاعو هو مهم، ما خزنوش في القاع تاع البلاستيك تاع البلاستيك ولا تاع يكون شفاف شفاف للجهة في الميديتي ولا تلعب دور اكيد ينقص المفعول تاعو الصحي الضوئي اثر يعني على جوده نعم زيت الزيتون يكون احسن. كان بكلاش في بكري مالينا كانوا يدوزوا خزازه خضراء يخبوا فيها الزيت يخبوها العام، كانوا يغطوها ثاني يغطوها نعم. اذا نعدوا زيت الزيتون. تخيل كنا نسالوا سؤال المشاهد الكريم نقول له شكون اللي يسمن، شكون اللي فيه طاقه اكثر، ولكن بطريقه سهله شكون يسمن اكثر، هي الطريقه العلميه شكون فيه لي كالوري اكثر، بطريقه سهله شكون يسمن اكثر. اغلب المشاهدين كنقول له شكون بين مارغرين والزبده وزيت زيتون تقريبا 80% يقولوا مارغرين ولا يقولوا زبده 80%. حتى ممكن طاق المال معنا في الاستوديو وفي خاطر يقول لك مارغرين ولا زبده. تخيل زيت زيتون تسمن اكثر من زبده وتسمن اكثر من مارغرين. زيت زيتون 100% دهون، 100% دهون اكثر شيء 99.99% دهون. الزبده 80% من مارغرينا 80%، باش ما عندها مارغرين ماشي مليحه وزبده ماشي مليحه للسمنه، ما عندها الخطا في زيت الزيتون كي نكثروا منه يقدر يعكر لنا نتائج تاع الوزن تاع نقص الوزن. نعطيك مثال، اسمح لي فقط، الناس بزاف تقول لك يعني اللي يديروا ريجيم ولا حميه غذائيه باجل انقاص الوزن يقولوا لهم كلوا فقط زيت زيتون، كلش طيبوه بزيت الزيتون. خطا، لانه خطأ. صحي هذاك مدوه عنده كوليسترول مثلا، من الوقايه بعد امراض تاع الجلد مثلا، مدوه بعد امراض السرطان، مدوه يعني للرياضي الاطفال، هو مليح ما قلتش هو ممتاز، ولكن من ناحيه طاقويه فيه كالوري عاليه، 1 غرام 9 كالوري وزيت الزيتون 100% دهون. اذا زيت الزيتون اللي راهو يحمل نقص الميزان ديالو عنده وزن زائد ياخذ الحذر من من كما نقولوا حنايا مع الصباح ما يشخشخش بزيد، ما يشخشخش، حنا شخشخو بزيد ما يشخشخش. داكور، طيب نستقبل مكالمه هاتفيه باش ما نطولوش على المستمعين والمشاهدين الكرام ونقولوا الو صباح الخير. الو صباح الانوار، شكون معنا ومنين؟ صباح الخير غايا، تفضلي رانا في الاستماع، شكون معنا ومنين؟ معك يوسفي من ولاد فايت، يعني من الجزائر العاصمة. تفضلي يا سيدة، مرحبا بك. تلمسان تلمسان تلمسان، اها تحية لكل الناس تلمسان اللي راهم يشوفوا فينا في هذا الصباح. خليك باغي نسقسي الدكتور. تفضلي راهو في الاستماع. صباح الخير. صباح النور اختي. صباح الخير غاية. لا ولا في نعمة. يلا تفضلي بسؤالك راهو يسمع فيك. الحمد لله. قلت لك دكتور انا عندي 33 عام. ايه. وكي شغل عندي سمينه، كي شغل كي تزوج كنت نورمال ودوكا كي تزوج سمنت. ايوا باغي تنصحني باش كي شغل ندير. طيب شحال راكي ديري في الميزان؟ دوكا 83. 83، شحال الطول ديالك؟ طول 160. 160 والوزن 83. طيب ديري عندك تمارسي رياضه، تتحركي في عندك نشاط بدني في اليوم ولا لا؟ ما ندير حتى حاجه، ما كيتها في البيت ما دير والو. طيب عندك اطفال ولا ما عندكش؟ لا لا ما عنديش. ما عندهاش اطفال ان شاء الله. ان شاء الله. طيب واش تاكل؟ يعطينا نظام غذائي مثلا. نظام غذائي هكا نتقهوى الصباح لاتاي، راه سيرتي راهي هضر على لاتاي، انا اللي نشرب لاتاي. لاتاي بالسكر ولا بلا سكر؟ نشرب حلو. حلو بالسكر. يلا في الغداء واش تتغداي؟ نتغدى صديبو هكا فريت حريره. ايه البارح واش تعشيت؟ البارح واش تعشيتي قال لك؟ البارح تعشيت البطاطا بالسلطه. بطاطا بالسلطه. طيب هذا وزنك الحقيقي ولا كنتي نقصتي منه ديجا؟ لا ما نقصتش، كي شغل قلت لك انا كنت في اللاج تاعي من العشرين هي كنت نوزن 60 هكا، كي قلت لك كي تزوج 10 سنين زدت في الميزان. طيب نسقسيك سؤال، ربما هل تشربي المشروبات الغازيه ولا لا؟ وهل تاكلي الخبز؟ المشروبات الغازيه نشربها بكثره. بكثره ايه. المكسرات؟ والمكسرات تاكلي ولا لا؟ لا المكسرات لا لا. طيب جميل، ابقي في الاستماع راح تسمع الى نصائح الاستاذ. قالت لك باللي زادت في الميزان، طولها 1.60 والوزن 83، ما عندهاش اطفال، ماكثه في البيت، ما عندهاش نشاط حركي خارجي، ما تمارسش الرياضه، وتشرب لاتاي بالسكر، تشرب الكازوز وتاكل عادي بطريقه عاديه. حبت تعطيها نصائح باش تنقص من الميزان اكيد دون ممارسه الرياضه كما راهي حابه هي. فيما يخص الوزن تاعها اللي كانت فيه من قبل، كان الوزن تاعها يعني هايل، يعني رشاقه تامه، يعني رشاقه في الصميم. كانت وزن مثالي. نعم كانت طول تاعها 1.60 كانت وزن 60 كيلو.
اكيد هو انا اكيد الفرق بين قبل وبعد هي ممكن نقول كنت الحركه اكيد ممكن كنت الحركه كنت فراسي دي باتير عندنا شغالات بزاف يعني شغال تاع تاع دراسه دراسه نعم بلاك تقضي بلاك امور ولكن كنت زوجت يعني الحمد لله سمعت تحت بين على الراحه والحمد لله على كل حد الراحه هذه ولكن الراحه تكون سلبيه ايجابيه صح. لازم يعني على الاقل يدير الرياضه في هذه الحاله هذه فطور الصباح مليح هي كاين دراسات كاين دراسات تقول لك فطور الصباح كان دائما نتكلم عليه بانه عباره عن وجبه مهمه كاين دراسات مؤخره هذه العوام اللي فاتوا فقط يقول لك فطور الصباح يستحسن نحو نحيوه علاش باش يقعد هرمون النمو في الدور الكور تاعنا يدور ويساعد في صحه الفرد ما يهمش كلا دراستين كلاهما عنده اللي يوافق اللي ما يوافقش نحل فطور الصباح علاش مليح فطور الصباح يخلي الانسان يشبع غالبا مش حد ممكن يشاطنا في القول إذا ما شطناش يعيط لنا مانيش داكور ماذا بينا باش العقل يكون دردشة إنسان كي ما ياكلش مع الصباح علاه يكون سمين علاه يكون سمين علاه وأكيد اللي يقولوا صح كلامنا صافي ديجا مع المرضى إذا كي ما ياكلش مع الصباح عشية جوع العشية العشية جوع العشية كي يجوع عشان ما كانش تعب ما كانش حركة أكثر حركة هي الصباح أي إنسانة اللي يخدم اللي يقرا في البيت اكبر دونك المكنه تاع الصباح كي ناها الصباح انا حرقناها انا حرقناها كيما ناكل بالصباح هذاك التعب يجي موراه حيجي معنا اكثر كي يجي معنا تلحق 12 ناكلوا اكثر والعشيه الامسيه قد ما تمشي ماشي كيما الصباح وبالتالي تاكل العشيه راح يتراكم دهون يعني اول خطوه هي الشقاء هي فطور الصباح فطور الصباح فطور الصباح يكون عادي جدا عادي جدا نشرب لاتاي والسكر فطور الصباح شنو هو الخبز كنت نتكلموا على الخبز على كان شويه وقت فقط اضافي كنت نتكلموا على الخبز الخبز تاع البونوجي مثلا كميه تناولها مع الصباح هو غير صحي على كل حال غير غذاء غير مغذي ماشي غير صحي غذاء غير مغذي يعني ما نلقاش فيه فيتامينات معادن الياف المهم الموجود على الصباح الموجود الكريم شحال ياخذ مع الصباح ياخذ من الخبز على سبيل يديه تقريبا هكذا علاش ياخذ هكذا؟ الغذاء تاعنا عنده علاقه بالطول والميزان والنشاط العضلي، دونك الانسان مرسو خبز خذ هكذايا، معناتها اذا كان الانسان المشاهد تاعنا المشاهد فينا، اذا كان الانسان طويل عنده يده طويله يدي مرسو كبير، اذا كان الانسان قصير يده صغير يدي مرسو صغير، على حسب الطول تاعو، البابا خطا ثاني، البابا نحيوها، اغلب الناس يدير ريجيم، نحي لا ميت بان، بابا، كي نحيو البابا، نسبة السكر اللي كاين في البابا نسبة هي أقل من القشرة، والقشرة هذيك فوقانية، كي نحيو البابا نكثروا من القشرة، شيء طبيعي. دونك كثرنا من الماده اللي فيها السكر اكثر من القشره بالتالي الانسان يزيد في الطاقه قبل ما يفيق وكان نحي البابا عمل واحد الحاجه مليحه انا بالعكس نحي حاجه اللي تشبعوا اولا وثانيا حيكون حاجه اللي تسمن اكثر هي البابا هي القشره عفوا دونك مرسو خبز قيس اليد بالبابا بالقشره لو بانغري اللي داير كيما نقولوا موضا يشين تو لو بانغري يسمن اكثر من تاع البونجي البانغري كي نقريو الخبز السكر يزيد تاعو يزيد حوالي 70% يولي علاش؟ نعطيك مثال فقط بسيط حطوا الماء والسكر فوق النار الماء يتبخر يولي شربات الخبز كي نديرو في الكوشه باش نقريوه الخبز الماء اللي كاين فيه ينشف يولي كونسونتخي بالسكر دونك بانغري يطلع فيه نسبه لي كالوري اكثر من الخبز تاع البونجي ماشي ممنوع يحب ياخذ البانغري يقري يقيسو هنا ديك المعلم مشكل واحد اخر كبير اللي هو البسكوت بدون سكر لو يتباع في الاسواق ويشيلوا الناس تاع الريجيم يشيلوه البسكوت بدون سكر فيه 0% هكذا مكتوب كبيره 0% شحال فيه السكر؟ فيه حوالي 75% وفيه لي كالوري اكثر من 350 سعرات حراريه هذو كاع يتيك مكتوبين مور الباطا باسكو 0% معناتها صفر سكر تاع الميده اضافي ما في عندك صحه بصح فيه السكر تاع الخبز تاع السميد تاع الفرينه مكتوب مور الباطا لا عادي سكر على الكربوهيدرات مكتوب من البطا كربوهيدرات 75 احنا ما نقراوش برك دوك البسكوت بدون سكر تخيل يقدر يزيد في الكالوري اكثر من خمسه على البرنامج جميل طيب نستقبل مكالمه هاتفيه باش نشوفوا تجربه الناس مع الرجيم والحميه الغذائيه ونقولوا الو صباح الانوار الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكون معنا ومنين؟ معك ام جنى من سطيف ام جنى من سطيف تحيه لك وكل ناس سطيف اللي راهي تشوفينا في هذه الصبيحه اكيد عندكم الثلج لا اكيد عندنا الثلج يلا جميل طيب تفضلي بسؤالك راهو يسمع فيك صباح الخير حكيم صباح النور اختي حكيم برك عندي سؤال انا ندير الريجيم درت المره الاولى عندي عامين وقست عادي كنت 93 وليت 73 ومن بعد عاودت ناكل عادي وليت عاودت طلعت ضعف طلعت حتى قنطار ومن بعد كي عاودت نزيد ندير عام السنه كي درت ما حبش الوزن تاعي هبطت بزوج كيلو في شهر ونص بوردون درت يعني الريجيم القاسي هذاك والريجيم اللي درتيه واش كان فيه؟ كنت انا في عاده ما صباح ما نفطرش عندي فنجان قهوه مره
ومن بعد ناكل حبه تفاح في الجويه العشره، ومن بعد ناكل شويه شعير، برفع خبز الشعير، خبز الشعير كثره تاع شعير يعني نطيبها في الدار عادي، نبسطها بزيت عرب وعادي، وعندي طرف سكالوب هكذا شويه سلطه، ولا كيما نقولوا حنا العدس هكذا، لوبيا مرقه عادي ما كثر لهاش وسمو، والعشاء ديما عندي زوج بيضات مشرشمين وشوي سلطه وهذا هو. بصح ما نقصش حكي، ما نقصش مره كيما نقولوا، دير لي ثبات الوزن ما فهمتش عليه. جميل، عندك سؤال؟ حبيت نسولها الشلاطه تاعك دير فيها الزيت. نعم؟ الشلاطه ديالك هل ديري فيها الزيت؟ هي عندي فيها زيت عرب، رقدها عادي بزيت عرب. جميل، طيب ابقاي في الاستماع، راح تسمعي الى النصائح والارشادات اللي راح نقدمهم للسيد كريم. في هذه الملاحظه تكلمنا مع الاول، قلنا انت كدير الجيم مع الاول، وهذاك زادت الضعف عادي يزيد، علاش لقى صعوبه؟ باسكو الكور تاعو ريزيستي، كانه تجربه صارت له دوكا ريزيستي مش ما يجيش. ولكن راهي قالت لك عاودت رجعت الى الحميه الغذائيه. نعم ماشي انت. نعم، هنا في هذه الحاله هذه الانسان يعاود حميه غذائيه قاسيه. كي كنت تهضرنا كنت نحسب، كنت نحسب شحال كالوري، كنت نحسب يعني تقريبا حسب واش قالت، مستحيل هذه النسبه تكون اكثر، ممكن كان الوقت مع التحقيق الغذائي كنلقاو اخطاء احسن، لقاو اخطاء لا غالب من المباشر، مستحيل ندير تحقيق غذائي المباشر. كنا حسبت فيها واحد 600 كالوري فقط، 600 كالوري نسبة جد قليلة، مستحيل ما يجيش، على الأقل يمرض، إذا ما جاش يمرض، معناتها يمرض ويجيان. إذا الخطأ اللي درت الأول هو دارت ريجيم أكيد مع الأول نفس الريجيم، قالت لك دونك ريجيم كان ريجيم دراكونيان، كان ريجيم قاسي، وخلاها تنقص بطريقة غير صحية، وكيف تولي تاكل نفس رغم تاكل يعني بنفس الطريقة عادي، إلا أن الكور تاعها كان يخزن أكثر، ما قلت لك الظاهرة هذا مع الأول، يخزن أكثر. المشكل الثاني اللي نراه هي من الأحسن لو كان شافت أخصائي التغذية، نعطيك مثال فقط، لو كان الكور تاعها يسحق نقولوا 2200 كالوري مثلا، ما يدلاش ريجيم دراكونيا تاع 1700 ولا 1600 كالوري، يمدلها حوالي 1800، تسمى الأخت هذيا مازالها في بالها بلي تاكل نورمال، في بالها. بصح هي في الواقع في الواقع ماهيش تاكل، تاكل نسبة أقل تاع الكالوري، وبدات تنقص بشوية، تنقص كما نقولوا ب 500 غرام كيلو، بصح تنقص ذاك شوية، هذاك اللي تنقصوا ما تعودش تربحوا، زائد الحركة بأكيد، زائد الحركة، بالطريقة هذه كنا أحسن باش دير ريجيم يعني ريجيم دراكونيا، سماك دير جيعانة، والنفسية تاعها أكيد تكون منزعجة، ماكش نتائج، يعني كل أمور سيئة راهي، لهذا يستحسن نشوفوا أخصائي تغذية، يلو ديتيتيسيان، يدير مع تحقيق غذائي، ممكن يدير لها تحقيق غذائي، يشوف الأخطاء الغذائية اللي صححها لها. نقولوا الأخت تاعت المسال باختصار، الفطور الصباح نتكلموا على فقط فطور الصباح، الحليب كاين حليب من زوع الدوسم، خبز تاع الشعير تاع القمح، فيهم الكالوري. كان كثر منهم يسمنوا ثاني لان الخبز على الشعر تاع القمح واش معناتها واش معناتها خبز كامل واحد باقي قمح ملحيه وماشي مصفيه معناتها فيها النشويات وفيها الالياف تاعها اذا مرسو خبز يكون على حسب كما قلنا تقدر دير فيه لو يصاحبي اذا ماشي مقصه انا نقول يقدر يدير شويه زبده مسحه يعني ما يطلعش حتى يخرج من طرف مسحه فقط يعني تمسحها مش فيها اللي حتسمنوا اما مادام تكلم مع التلمسانيه كاين كعك التلمساني التلمساني او انسان ما فيش بزاف الكالوري تقدر تاخذ قهوه واحد بالصباح كعك التلمساني وصل الغداء والعشاء كانت فرصه اخرى نتكلم عليها بالتفصيل كيفاش المشاهد الكريم ياكل ويشبع ويجيان. شكرا لك سيد كريم السوس على كل المعلومات المقدمه صبيحه اليوم، اكيد نتلاقى في اعداد اخرى من اجل مناقشه مواضيع اخرى دائما.